بارك الله فيك. رجل مسافر من دولة إلى دولة أخرى، والدولة المسافر إليها يملك له في بيت فيها. إيش الدولة المسافر إليها لم يكن فيها مسجد؟ لا، الدولة المسافر إليها. ها؟ الدولة المسافر إليها. نعم. له فيها بيت، فهل يتم الصلاة أم يقصر؟ لكن هل هو يسكن في هذه مثلا شهرين ثلاثة وفي الأخرى ثلاثة أشهر؟ شهرين ثلاثة ولا إيش؟ لا، المسافر إليها تقريبا يعني إجازة الصيف. ما هو الذي يأتي خلال الصيف؟ إيه؟ إذن لا يقصر. لا يقصر. إيه نعم، لأن هذا له منزلان في الواقع. جزاك الله خير.